السلام عليكم. انا غادي دابا نصور هذه الزريعه ديال الهنديه. ها هي فين غادي نعصرها باش تشوفوا بعينيكم. ها هي غادي تصوبها من المحجوبه. ها هي خليها. ها هي الماكينه. ها هي كيف كتخرج. ها هي كيف كتخرج. الزيت هي دابا كتشوفوها هي طحنات. هنايا فاش كتطحن كتكون هاكا، ومن بعد كنفلتريوها. فاش كتفلترا كتولي بحال هاكدا. هاهي باش حتى اللي شافتها ما غاديش تقول لا وقيلا هاكا، لان هاكا فاش كتفلترا كتولي بهاد اللون هاهي. المهم مرحبا و ألف مرحبا بكم. أنا دابا راه كنبيع الزيوت اللي بغات. مرحبا بها. مرحبا بكم في أيادي الأمان صحة وجمال لبيع الزيوت بإذن الله. مرحبا و ألف مرحبا.